في صعيدة تفاجأ العديد من المستفيدين من مشروع 320 مسكن بالعديد من العيوب في الإنجاز واختلاف النموذج التصميمي حسب تصريحاتهم، كما طلبوا أو طالب السكان إفادة لجنة تحقيق في الشطر المنجز الأول والمقدرة ب 200 مسكن. ميكروفون عبد القادر مذكور. شوفوا هذا السنتوراك، شوفوا فيها هنا بنيها فوق الأرض، وراكم تشوفوا هذه الحالة، حيط بينك وبين جارك، ذاك الحنبوك بين شخصيك كي دير داب جارك على بال حيط، روحوا تشوفوا الحفرة ها هنا تحفرها تخرج تحت السنتورة، ما مقومينها هنا 70 مليون، وكي هدرنا حدا يقولوا لنا سكتوا ولا نقلعكم البلانيت. النموذج راه عندنا في التصاور وكل شيء، بصح حنا اللي لقيناها من بعدها حاجة واحدة أخرى. دوك يعطوني هذا السكن، انا ما اش كاين ندير له، انا بالك الفوضى واللي راني فيه راه خير من هذا السكن اللي عطاوه.